مرحبا، أنا ميرفي أوزيل. أنا طالبة في السنة الثالثة في كلية الطب البيطري بجامعة نجم الدين إيرباكان، حيث تقع كلية الطب البيطري في جامعة نجم الدين إيرباكان في حرم إيركلي الجامعي، ويوفر قسمنا تعليما لمدة 5 سنوات، حيث إنه القسم الذي يتم فيه تدريب جميع ظروف المأوى والتغذية والعلاج بغض النظر عن الحيوان. فبشكل أساسي يتم إعطاء دروس مثل علم التشريح والكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأنسجة من السنة الأولى، وبعد ذلك يتم تقديم المزيد من الدورات التدريبية المتعلقة بالمرض مثل العيادة وأمراض الأسنان وعلم الأدوية. لدينا مختبر تشريح ومختبر نعمل فيه في مجالات علم الأمراض والأحياء الدقيقة، وحيث هناك تجد مجاهرنا. إنهم يعتبرون كلية الطب البيطري بمثابة ماشية وحيوانات أليفة، ولكن عندما ندخل المهنة هناك العديد من الفرص للعمل في مصانع الأعلاف وصناعة الأدوية ومستودعات الأدوية ومستشفيات الحيوانات. ومنذ أن كنت صغيرا كانت لدي رغبة كبيرة في علاج الحيوانات بدلا من حبها. لقد حققت هذا الحلم من خلال المجيء إلى جامعة نجم الدين إيرباكان، واخترت كلية الطب البيطري حرم إيركلي لأن تربية الحيوانات متطورة للغاية، وخاصة تربية الخيول شائعة جدا. أنا أستفيد أكثر من معرفة وخبرة الأكاديميين والمكتبة لدينا، وبعد التخرج أريد إنشاء مزرعة ماشية خاصة بي، وكذلك تحسين نفسي في مجال الحيوانات الأليفة. وأوصي بصدق بهذا القسم لأصدقائي الذين يرغبون في تحسين أنفسهم في مجال تربية الماشية والخيول، وأتمنى النجاح للمرشحين الذين سيدخلون امتحان الجامعة. أرحب بكم جميعا في جامعة نجم الدين إيرباكان. جامعة نجم الدين إيرباكان، مستقبلك. Oh.